مصر الدكتور محمد النبوي المهندس وزير الصحة لافتتاح مصانع الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، والتي تعتبر أكبر شركات الأدوية في الشرق الأوسط. وقد استقبل نائب الرئيس الدكتور عبد السلام رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للأدوية، ودكتور محمد الشحات مفوض الشركة العربية للأدوية. وتفقد السيد الوزير أقسام الشركة المختلفة التي تنتج الأقراص بمعدل 2 مليون قرص في اليوم الواحد، والحبوب المكسوة بمعدل 1 مليون حبة في اليوم، وتغليف الأقراص والحبوب في شرائط صحية حديثة بمعدل 1.5 مليون يوميا. وكذلك تضم أقساما لإنتاج أدوية تنتج لأول مرة في الشرق الأوسط، منها مادة التخدير المعروفة باسم الكلور أتيل التي تحتكرها شركات عالمية، وقد أمكن إنتاجها الآن في مصانع الشركة بأجهزة مصرية بحتة. كما تنتج المصانع أحدث مشتقات الكورتيزون وأحدث الأدوية لعلاج الروماتيزم ونقط الفيتامينات للأطفال، مما يوفر على البلاد عملات صعبة أجنبية قدرها 3/4 مليون جنيه سنويا. وقد أناب العمال الدكتور محمد الشحات ليبلغ السيد نائب الرئيس شكرهم وتقدير عائلتهم لقوانين تأميم المعامل التي كانوا يعملون بها، والتي نقلتهم إلى حياة كريمة توفرها لهم القوانين الاشتراكية العربية. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.